أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم الله. كلنا نحب نطلع للبر، كلنا نحب نستمتع بالأجواء الرائعة بالبر، خاصة وقت الشتاء. لكن هل البر له خطورة؟ نعم، في خطورة له. وين خطورته؟ تكمن خطورة البر، طلعات البر، إذا كنت قريب من مكان فيه جبال. يعني في ناس يجي مثلا ويحط خيمته بجانب أحد الجبال، هذه الجبال إذا كنت قريب منه وباني الخيمة بجنبه، هذه تشكل خطورة. وين تكمن خطورته؟ تكمن خطورته هالأحجار هذه. بأي لحظة ممكن هالأحجار هذه، يعني تخيل أنك باني الخيمة هنا أو هنا جنب الجبل، شوف هالأحجار هذه كلها طاحت. فتخيل أنك باني الخيمة هنا وكل هالأحجار هذه والصخور سقطت على الخيمة وانت نايم بالليل. شايفين هذه توا طايحة، لأنه أنا دائما أمر من هنا ما شفتها طايحة، هذه الآن طايحة، هذه جديدة هذه. فبأي لحظة هالصخور اللي تشوف هذه كلها جاية من فوق. يعني دائما إذا طلعت للبر حاول تبتعد عن أنك تبني الخيمة بجانب هالصخور والجبال، لأن فيها خطورة صراحة. فانتبهوا يا أخواني، إذا طلعتوا للبر خلك مكان بشعيب، مكان بعيد عن الجبال. وتحياتي لكم وفي أمان الله.